اكتر حاجه عجبتني امبارح، اللي عايز يتعلم يعني ايه تاخد اللقطه يتفرج على فوزي الاقجع امبارح. انا على فكره من الناس اللي بيحبوه، والله بجد انا من الناس اللي بتحب فوزي الاقجع، وشايف ان هو بيبذل جهد كبير جدا عشان انديه بلده ومنتخب بلده. انا ما بتكلمش على هذه النقطه، ولكن اول او بعد صفاره الحكم اول واحد جت عليه الكاميرا مين؟ فوزي الاقجع. للاسف طبعا مش عقنه فمش هعرف اجيبها لحضراتكم. اول حاجه اللقطه قام جايب فوزي الاقجع وهو واقف عمال يعمل كده ومبسوط وبيعمل والحركات والحاجات اللطيفه دي، بصراحه لقطه يعني خد اللقطه، خد اللقطه اللي هو عايزها من كل الناس، من المدير الفني، من لعيبه المغرب، من جمهور المغرب، انا اللي عملت. وهو بيني وبينكم يستحق، لانه عامل شغل كبير جدا جدا سواء لمنتخب بلده او لانديه بلاده، انديه بلده اي فرقه بتروح. شفتوا الوداد السنه اللي فاتت عمل ايه وخد يتلعب ماتش واحد والقصص اللي حضراتكم عارفينها والكلام ده كله. على فكره انا لا اعيب في هذا الرجل، ولكن انا بالعكس انا مبسوط باللي هو بيعمله، من حقه ان هو ياخد اللقطه. خد اللقطه امبارح، يعني الناس اللي شغاله في الميديا شويه تفهم الكلام اللي انا بقوله ده. واحنا عندنا الاهلاويه لماحين عارفين، اول لما الماتش خلص اللقطه جت على مين؟ على طول.